مشاهدينا، محمود أبلان اسم كبير بعالم السجاد، وكل سنة في جديد، في ابتكارات جديدة ودائما في مشاريع إضافية. اليوم بالفقرة الأخيرة من حلقتنا رح نقوم بجولة أفق على عالم السجاد، ومنستقبل سوا إبراهيم أبلان. إبراهيم أبلين، أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. أهلين. من حلو الحياة. اليوم يا ريت فينا نتعرف أكثر عن شركة محمود أبلين. شركة محمود أبلين عمرها صار 40 سنة بعالم تجارة السجاد. كانت البداية سنة 70 مع الوالد، أسس الشركة. طبعا بلشت كمؤسسة فردية وتطورت مع الأيام، صارت شركة وصار عنا 8 صالات عرض موزعين تقريبا بمعظم المناطق اللبنانية. شو منلاقي بفروع محمود أبلين، شركة محمود أبلين، غير السجاد، إضافة إلى السجاد؟ الإضافة إلى السجاد في الباركي، في الموكات، في الفينيل، في البابيي بان، والمفروشات كمان. عظيم. والمفروشات. نحن لما نقول محمود أبلين بصراحة بيجي دغري تفكير سجاد. إذا بدنا نحكي نحن وياك إبراهيم عن أنواع السجاد الموجودة عندكم بالتفصيل، هيك كمان بنتسقف لأنه السجاد يعني عالم واسع. اول شيء اكيد السجاد العجمي هو بالدرجه الاولى، السجاد اليدوي يعني. هو السجاد بنقسم لقسمين، السجاد اليدوي اللي هو الايراني العجمي، والسجاد الافغاني والهندي. الكوكازي يعني بنسميه. وبيرجع فيه السجاد الالي اللي هو بيشتغل ميكانيك يعني، من اوروبا بيستورد او من تركيا يعني. هول قسمين السجاد. بالسجاد باليدوي في عنا الايراني، الافغاني، الهندي، الصيني. هون عم نحكي عن سجاد ثقيل يدوي، كله هاند ميد طبعا. بالسجاد الالي في عنا السجاد البلجيكي والتركي موجود. بالنسبه للاسعار اكيد بتختلف كثير بين اليدوي والالي. اكيد، ولكن كله موجود عند كله موجود. كل المستويات عندنا، حتى بالايراني في مستويات متوسطه ومستويات عاليه، وبالاوروبي كمان في مستويات متوسطه ومستويات عاليه. عم نشوف نحن بلاير استاذ أبلين، سجاده عم تتركب مثل البازل. اي هلا هاي اخر موضه هلا بالسجاده. هاي شركه المانيه عندها فكره جديده نزلت على السوق حاليا يعني. هاي سجاد مربعات بيجي 40 ب 40 سم قياسها، بتتركب تركيب مثل البازل. بيقدر الزبون يركب الشكل اللي بده اياه، الالوان اللي بده اياها. بيقدر يركب 5 ألوان 10 ألوان بنفس السجاده والالوان اللي هو بده اياها. ممكن ياخذ سجاده بدها 12 قطعه، وممكن ياخذ الزبون 15 ويغير كل جمعه، يغير الالوان، يضيف لون، ينقص لون. هيك كانه اشترى سجاده او اكثر بعده الوان. ما هيك بالنسبة بما انه عم نحكي عن الابتكارات، يعني شفنا هلا ابتكار جديد، يعني بصراحة أول مرة هيك شركة ألمانية. شركة ألمانية، ولكن الموضة، الألوان، هلا الموضة والألوان، هلا أكثر ألوان نحن بنتبع مع المفروشات، مع أقمشة المفروشات نحن بنمشي. هلا آخر الألوان هي التركواز والفوشيا. هو الألوان الآخر، آخر ألوان يعني، هو صاروا موجودين على السجاد كمان. نحن خلال حديثنا عم نشوف السجادة يلي بتتركب بازل، والزبون يعني، والزبون حسب هو وهو بيقدر يركبها بالبيت يعني، مش بحاجة لحدا يساعده يعني. كثير عملية سهلة. شو مصدر بضائعكم استاذ أبلين؟ طبعا الإيراني من إيران يعني، والكوكازي من أفغانستان، باكستان، الهند، أوروبا، بلجيكا. أوروبا وبلجيكا. كيفية اختيار السجاد من قبل الشركة ومن قبل الزبائن، كيف بتصير؟ هلا طبعا نحن بنشارك يعني بنحضر كل المعارض اللي بتتم للسجاد، في كذا معرض عالمي للسجاد، طبعا بنشارك فيهم نحن وبنشوف شو آخر الموضة اللي نازلة، آخر الألوان، آخر الابتكارات، لأنه على طول في شيء جديد، كل سنة في شيء جديد طبعًا. يعني من حيث الألوان أو من حيث النوعيات، هلا يمكن الألوان كل سنة بس النوعيات بتختلف، بتطول شوي اكثر يعني. كل سنتين ثلاثه لينزل شيء حتى باليدوي بتختلف الامور بهالسرعه. لا باليدوي عم نحكي نحن مكانات اكثر. مكانات باليدوي ابطا، بس باليدوي بيصير انه كل سنه بيدرس شيء يعني. هاي السنه درجة الوان اللي فيها حياه وفرحه. يمكن السنه الماضيه كانت لا الالوان دافيه، مع انه هو المبدا بالسجاد انه بالشتاء لازم يكون الالوان السجاد دافيه، بتعطي الوان دفى للبيت. بس هلا تغيرت، هلا عم بتصير عم نروح على الالوان اللي فاتحه يعني. حتى باليدوي صرنا عم نبيع الاشياء او عم نجيب الاشياء كمان اللي فيها الوان اكثر فاتحه. يعني لازم تتابعوا الموضه العالميه دائما تكونوا اكيد، وحتى بنتابع المفروشات يعني. نحن بنلحق المفروشات يعني. هلا اخر
10 سنين 7 سنين كان في الجلد، الاشياء الجلد. صار في سجاد جلد هلا. هلا في سجاد جلد مثل المفروشات عم نتبع مع سجاد جلد، يعني كمان هاي من الاشياء الجديده اللي نزلت ما كانت قديمه موجوده. عاده المتعارف عليه انه السجاد بينحط فقط بالشتاء، ولكن كثار منا بحطوه صيفا وشتاء. عن رايك بالموضوع شباب؟ اكيد هو افضل ينحط صيف شتاء، لانه يعني هو صار قطعه، يعني اذا سجاده عجميه هي قطعه فنيه بالبيت. أكيد. يعني عم تنحط مش الهدف منها دوره اساسيه. دوره اساسيه فمثل اي تابلو بتعلق على الحيط او شيء، السجاده بالارض لانه لوحه فنيه ممكن يكون او تابع مع ديكور البيت، يعني ممكن ماشي مع ديكور البيت، فلازم تضل صيف شتاء. هيدا عم بضحك، تعرف ليه؟ انا من النوع اللي بضب السجاده عاده. لا نحن بهمنا كمان العام. هو مثل ما قلت حضرتك، يعني بترجع بالنهايه لقيمتها للسجاده، مش شو ما كان بينترك كمان. طبعا ست البيت هي بتختار، اذا ما حبيتها للسجاده لا في شك، وخاصه اليدوي، يعني منه مثل ما قلت هن تحفه فنيه ان كان بالارض او الافضل حتى الافضل للسجاده اليدويه انه ضل موجوده، يعني ما تنضب. هاي سجاد جلد، نعم نشوف سجاد جلد طبيعي. هيدا فيها الفوشيا والأسفل. هلا كمان هاي اخر الابتكارات، هاي 3D 3 دايمنشن كمان بالسجاد 2D. حلو شغل هيك سجاد، كله شغل مكانات بتصور. هيدا شغل بالنسبه للخدمات اللي بس كمان بالمكانات، عم هذا شيء جديد يعني ما كان موجود قبل. هول يمكن التطور عم يزيد اكثر بالمكنه بحد ذاتها لتقدر تطلع هيك اشكال. استاذ قبلين، بالنسبه للطلبات يعني او الخدمات بتامنوها للزبائن للشركات الكبيره؟ اكيد في الشركات الكبيره، اوتيلات، مكاتب، في عندهم طلبات خاصه بتكون، ممكن ديزاين، ممكن لوجو، ممكن اي شيء، كله هذا صرنا عم نامنه، يعني نقدر نامنه للزبون. طبعا للمشاريع الكبيره يعني اللي فيها مساحات. هون التوصايه قبل بوقت، لانه مثل ما قلت بدك تلحق كونسبت معين. مزبوط. قد ايه وقت قبل؟ هلا بيروح حسب النوع، ممكن شهر، ممكن من حسب شهر البروجي، اذا حسب نقول. ونوع البضاعه المطلوبه، ممكن البضاعه بدها وقت للانتاج. ممكن البضاعه تكون موجوده جاهزه، بكون من شهر لثلاث اشهر تقريبا اذا في شيء سبيشال اوردر. عظيم. بعدنا عم نشوف صور لسجاد. هاي جلد كمان، جلد طبيعي. هون الجلد عم يتدخل له الوان. ايه عم يتدخل له الوان ليلبق مع يتناسب مع العفش، يعني مع النفوش. اوكي. بتصور كمان عم نشوف قصص 3D بعدنا. ايوه 3D هيدول. حلو فكره عفش السجاد. هون الباتش وورك انا بحبها كثير لسجادات. الباتش وورك دارجه كثير، فينا نستفيد منها اكثر اذا كانت بازل كمان، فينا نحن نقطع السجاده. هيدي عمليه كثير، وانت بتمشي معك بتتماشى معك. وهيدي بتنضب بشكل سهل كمان، يعني انا ما بضبها، بس اذا قلت بضب انا ما بضب. انا قلت مروبي بخليهم. لا بالفعل سجاد هاي باتش وورك كمان كثير هاي الالوان اللي هلا كثير دارجه كل الالوان. يعني هون عم شوف المفروشات كيف متناسقه مع السجاد اللي هي اخر موضه، وهون عم نشوف الدارجه كثير كمان هلا، وكمان يعني ما بتقل قيمه عن الايراني او ابدا. هو السجادات اللي عم نشوفهم اللي عم بيكونوا من جلد الحيوان، جلد طبيعي، جلد الطبيعي، جلد طبيعي كله هيدا. نعم. انا بدي ارجع اسال عن المفروشات، باول حديث ذكرت انه كمان حضرتكم يعني كمان عندكم مفروشات، خبرنا اكثر. عندنا صاله كبيره للمفروشات بمنطقه الحدث. عندنا مفروشات طبعا كلاسيك ومودرن. بالكلاسيك كمان كذا كل الانواع تقريبا، وعندنا شيء وطني كمان بنصنعه كمان على الطلب، يعني حسب طلب الزبون. وبالمودرن عندنا كذا خيار شوي كثير كبيره من الاشياء المودرن. هلا كله يعني عم نجيب من شركات اوروبيه، بس كله هلا صار عم بيصنع الصناعه كلها بالفار ايست، عم بكون يعني كلها افكار اوروبيه بس عم تتطبق بالفار ايست. قد ايه عم تحس السوق او الزبون عم بميل للمودرن اكثر، ان كان بالسجاد وان كان بالمفروشات؟ عم بتزيد هاي النسبه بشكل تصاعدي كمان، يعني كله عم بيروح باتجاه المودرن، كل جيل جديد يعني عم بيفضل المودرن. بس هون مش غلط انه نخلط بين المودرن والكلاسيك، يعني كمان اذا كانت المفروشات موديل سنين شوي عم نخلط، والايراني كمان الكلاسيكي كمان عم يخلط. هلا السجاد السجاد الايراني فوق ممكن تحطيه مع السجاد مع المفروشات الموديل، فيك تحطيه، بس العالم هلا عم بتفضل على كل شيء في الوان. والايراني ما في كثير الوان. هي المشكله اللي عم نواجهها نحن بالسجاد اليدوي، مشكله الالوان. يعني ما عم يقدروا يواكبوا تطور الالوان.
مثل السجاد الآلي، السجاد الآلي كل سنة ممكن يغير، كل شهرين ممكن ينزل شيء جديد، بس باليدوي بياخذ وقت. كثير صعبة وبياخذ وقت. هو يمكن هون سره استاذ أبلين انه اكيد عم بيحافظ على قيمته، يعني في تقاليد معينة، في لاين ماشي فيه خلص، الإيراني ما بيغير يعني صناعة السجاد خلص ماشيين بهذا اللاين ما بيغيروا، بصير عمره السجاد 100 سنة أو 200 سنة ممكن نرجع نلاقي نفس الديزاين أو نفس الألوان موجودة هي ذات. هون بالشراء أو بالبحث تبعكم كمحمود أبلين عم تعملوا إفار أو مجهود إضافي لتجيبوا القصص شوي الأوريجينال؟ كثير المجهود عم بيتضاعف، يعني قبل كان التشكيلة كانت كثير قليلة، هلأ مضطرين نرضي كل الأذواق، كل الأذواق وخاصة الذوق اللبناني، يعني الذوق اللبناني هو من أصعب الأذواق الموجودين بالأسواق العالمية يمكن. والجيل الجديد ومتطلبات الجيل الجديد وبيوت كلها مودرن. صحيح، وكل الفصول كمان، مش بس بقى السجاد هو لفصل الشتاء، كمان بكل فصل نحن منهتم بالسجاد، إن كان حتى بالصيف منهتم إنه نجيب أو نشتري سجاد لبيوتنا. مش بس اي اكيد بدنا نضل مواكبين بنفس النشاط كل مدار السنه على مدار السنه. انا هون بدي اقول كمان شغله، يعني ما تعتبرها هيك، ما تخوفك، بس ما بعرف ليه عم حس جيل جديد شوي عم يبتعد عن فكره اهميه السجاده بالبيت. على الجيل الجديد في جزء منه عم يروح باتجاه الباركي، باتجاه الباركي بفضلوا الباركي على السجاد. نحن عنا باركي، نحن عنا باركي وعنا بابي بان كمان، اللي ما بده يحط الأرض فشو ما بده يحط، ما في سجادة عنا باركي عنا بابي بان، نحن إجمال كل شيء للأرض يعني. سجاد، باركي، فينيل، موكات. الباركي حتى هون يعني بفصل الشتاء مضطر الشخص إذا بده يدفي بيته شوي بده يحط فوق الباركي سجاد، يعني حتى اللي عم يستغنوا عن السجاد لمرحلة قليلة بس عم يرجعوا بفصل الشتاء يضطروا يحطوا سجاد فوق الباركي لأنه الطقس ما في بادي. مهرب مشاهدينا، السجادة ضرورية ومن عند محمود أبلين. أستاذ إبراهيم أبلين شكرا لك، كل التوفيق لكم كشركة محمود أبلين، وأهلا وسهلا فيك. ينعاد عليكم. ينعاد عليك. مشاهدينا إذا لهون بتنتهي حلقتنا لليوم، ملتقانا بجدد بكرة بنفس التوقيت، إلى اللقاء.